الأجواء كانت مهمة وكانت مصلحة الرجاء فوق أي اعتبار، كان نقاش حاد فيما يخص التقارير المالية والأدبية وكل شيء، وكل واحد له بدلو ديالو والإخوان تداولوا الأمور ديالها وصحضروا مصلحة العليا لفريق الرجاء. هذا هو اللي نقدر نقول لك. سمعنا واحد المبادرة غتكون جات لهاد المقابلة كيخصوها الصندوق الإمكاني، غادي يمكن لك تسول المكتب لأن ناقشنا دابا بأن غتكون دعم ديال فريق الرجاء وكاع الفرق الوطنية اللي غتدعم في هذه المسألة، لأن هذه مسألة وطنية ومسألة اللي كتهم الشعب المغربي وكل شيء، والرجاء دائما كتكون سباقة في هذه البوادر. خويا خلاصة الموضوع، مجموعة ديال المنخرطين ارتأوا أنهم يديروا تحفظ على التقرير المالي ديال الفترة الرئاسية ديال السي رشيد الأندلسي والأستاذ سعيد وهبي، دونك غادي ان شاء الله نلجؤوا للقضاء في هاد النازله هادي ديال التقرير المالي، لان كاين واحد المجموعه من الامور اللي خصها توضح اكثر، وما تكفيناش واحد الساعه ولا ساعتين في هاد اللقاء اللي درنا ديال الجمع العام باش نناقشوا هاد التقرير المالي. لذلك ارتأوا مجموعه كبيره من المنخرطين على انهم يلجؤوا ان شاء الله للمحكمه، يعني الى القضاء، باش يبتوا في هذا الملف هذا ديال هاد التقرير المالي في الفتره الرئاسيه اللي سبق لي وتكلمت عليها. انا واش كاينين ارقام كبيره، ارقام فلكيه؟ احنا ماشي ذوي اختصاص باش نناقشوا هاد الامور، وكيف ما قلت ما يكفيناش الوقت على اساس انه حنا غادي نناقشوا هاد الملفات. كاينين اللعابه اللي خداوا واحد الاموال طائله، مسائل اللي هي ما واضحاش، دونك ارتأينا اننا نلجؤوا الاجهزه المهنيه باش نبتوا في هذه الامور ديال، يعني لا خوف على الاموال ديال الرجاء، امور اليوم راه غاده في الاتجاه الصحيح، وهذه مساله عاديه ما كنشكوا في حتى شي رئيس ولا شي عضو مكتب مسير انه دا شي حاجه، فقط خصنا نلتجئوا للقضاء باش نبتوا في هذه الامور ديال التقرير المالي، وان شاء الله نشوفوا الامور باش توضح لنا اكثر. شكرا لكم كجميع الجموع العامه ديال فريق الرجاء الرياضي، تدوز في اجواء شفافه وديمقراطيه. كانت ملاحظات والمكتب المديري تعامل مع المحاولة مع الأسئلة، والحمد لله كل شيء داز كما تشرف فريق الرجاء الرياضي. فيما يخص المرحلة اللي كنا احنا مسؤولين عليها من 1 جويي 2021 حتى 23 أكتوبر 2021، فالمبالغ النهائية اللي صادق عليها الأوديتور هي دخلنا تقريبا 11 مليار و100 في المداخل، وصرفنا 10.5 مليار. اذا المبالغ اللي كانت افون ديال 14 مليار 17 يوم، فهذيك مبالغ غير موثقه ومشي صحيحه. المبلغ الصحيح اللي عطيتك هو 11.1 مليار في المصاريف في المداخل و10.5 في المصاريف، وهاد الارقام راه صادق عليهم الاوديتور، والحمد لله كل شيء داز بطريقه شفافه وديمقراطيه. الجمع العام ديال الجمع العام العادي المفتوح ديال نادي الرجاء الرياضي كما كتشوفوا متدى من الساعه 7 تقريبا حتى 12 الليل. كتعرفوا الاجواء الجمع العام ديال نادي الرجاء الرياضي كتكون جمع عام استثنائيه من ناحيه مستوى الديمقراطيه ومستوى النقاش داخل برلمان الفريق. تم تداول ونقاش النقاط الماليه والادبيه ديال الموسم 21-22 اللي عرف تولي المسؤوليه ديال مكتبين، مكتب السي رشيد الاندلسي ومكتب اللي تشرفت برئاسته. تم يعني منح الساده المنخرطين جميع التفاصيل الماليه بالفصيله وبالمعطيات وبلي شيفخ وبالتحويلات البنكيه، والجمع العام باغلبيته صدق وتداول في المسائل الماليه اللي هي مسائل قانونيه. كانوا تحفظات، كانوا ملاحظات ديال الساده المنخرطين، وهذه كتدخل في اطار الشفافيه والديمقراطيه اللي كتطبع العمل ديال نادي الرجاء الرياضي، وحنا سعداء بالرجوع اليه بعد واحد الفتره اللي كان واحد الاجماع وكان واحد الزكيه. في الرجاء حنا ما كنشتغلوش بالتزكيه، ديما كنشتغلوا بتضارب الافكار وبالنقاش. اذا الان ان شاء الله المحطه المقبله هي تكمله الجمع العام في الحصيله الماليه ديال السي البدراوي. شكرا.